الصور اللي انتوا شايفينها دي مش بس من اكتر الصور المرعبة اللي التقطتها كاميرات الشرطة، عشان هي كمان وراها قصص انا متأكد انها هترعب. بس كالعادة قبل نبدأ عندي طلبين، اطفوا النور وحطوا السماعات ويلا بينا نبدأ في القصة. في يوليو 2019 ضابط شرطة نزل صورة لواحدة ست على السوشيال ميديا كمنشور توعية ضد المخدرات، وكتب استخدموا مخدر الميث عشان تكونوا شبهي. بس مين الست دي؟ الست دي اسمها ميستي لومن، وكانت عايشة مع جوزها وأولادها في ولاية كنتاكي، ولكن حياتها ابتدت تتغير بعد ما حملت 3 مرات تانيين. للأسف التلات أطفال ماتوا، ومن هنا ابتدت تستخدم المخدرات عشان كانت في حالة نفسية سيئة، وفعلا اتقبض عليها أول مرة. بس زي ما انتوا شايفين شكلها كان طبيعي عادي جدا. ايه اللي حصل بعد كده؟ انا عايز اقول لكم انها بعد ما خرجت ما حاولتش تحسن حياتها، بالعكس هي فضلت تروح لجانب مظلم اكتر، عشان بعدها عرفت ان عندها امراض تانية زي سرطان العظم ومرض تاني اسمه تصلب الجلد، ومن هنا ابتدت تدخل في حالة اكتئاب شديدة، وبقت كل ما نفسيتها بتتدمر اكتر كل ما استخدامها للمخدرات بيكون اعنف، وده خلاها تدخل وتخرج من السجن حوالي 15 مرة، وفي كل مرة تقدر تشوف تأثير كل الحاجات دي عليها، من المخدرات للمرض للكيماوي، وهي ببطء بتتحول لشخص مختلف تماما. بس الصورة الأخيرة اللي انتوا شايفينها دي اتصورت في 2021 قبل ما تخرج من السجن للمرة الأخيرة، عشان عايز اقول لكم ان من ساعتها ميستي غيرت حياتها للمرة التانية وبطلت استخدام المخدرات والكحول، وهي دلوقتي عايشة حياتها بشكل أحسن بكتير من اللي كانت عليه في أول القصة. في 18 يوليو 2011 الست الجميلة اللي انتوا شايفينها دي اسمها تامي هينتون، ولأ عشان انا عارف انتوا بتفكروا في ايه دلوقتي، عشان انا برضو افتكرت كده، بس الست دي فعلا ست مش راجل والله العظيم. وعايز اقول لكم ان قبل ما الشرطة تقبض عليها وتصورها الصورة دي كانت في فرحها اللي في كنيسة موجودة في ميشيغان الامريكية. بس تفتكروا ايه السبب؟ ايه اللي ممكن يخلي الشرطة تروح تطب الفرح؟ تامي كان مطلوب انها تحضر قدام قاضي بتهمة سرقة هوية، بس هي ما راحتش ميعاد المحكمة، وعبال بقى ما الاوردر وصل للشرطة والورق خلص والجو ده كله، صادف ان القبض عليها يكون في ليلة العمر يوم فرحها. وبعد الصورة دي بحوالي نص ساعة جوزها وصل ودفع الكفالة المطلوبة، وبعدها رجعوا تاني للفرح ولا اكن اي حاجة حصلت، اللي هو اكنهم كده خدوا بريك وخلاص. فعلا ليلة العمر يوم ما يتنسيش. في 19 يونيو 2012 الشرطة قبضت على راجل اسمه كيلسي ستيفن سميث، وبعيدا عن قد ايه الصورة اللي انتوا شايفينها دي مرعبة، السؤال هنا هل الدم اللي على وشه دمه ولا دم حد تاني؟ ايه اللي حصل اصلا عشان يتقبض عليه؟ خلوني احكي لكم. في نفس اليوم ده الصبح كان في 2 ضباط بيلفوا حوالين فلوريدا، لغايه ما مره واحده لقوا عربيه اودي لونها فضي وكانت راكنه على جنب، فالضباط اتحركوا ناحيتها عشان يتاكدوا ان كل حاجه تمام، ولقوا كيلسي قاعد جواها، بس لما اتكلموا معاه شموا ريحه كحول قويه طالعه منه، فطبعا طلبوا انه يطلع بره عشان يعملوا له اختبار ويشوفوه سكران ولا ايه نظامه، بس كيلسي رفض يعمل الاختبار ده اصلا، والموضوع فضل يتصاعد لغايه ما وصل انه يقاوم ويتخانق معاهم، فالشرطه عشان تعرف تسيطر على الموقف ضربوه بمسدس الكهرباء، بعدها حطوه في عربيتهم عشان ياخدوه على المركز، ولكن المشكله ما كانتش هنا، عشان هو اول ما ركب عربيتهم قعد يعمل حركات غريبه لغايه ما كسر مناخيره، واول ما الدم ابتدى ينزل قعد يتفه على الضباط، وبعدها قال ان عنده الايدز وفيروس سي، واول ما وصلوا المركز فضلوا يمسكوه بالعافيه لغايه ما صوروه الصوره دي. وفي الاخر كيلسي اتحكم عليه بدفع كفاله بقيمه 3500 دولار، بتهمه السواقه تحت تاثير الكحول وكمان مضايقه الضباط. بس عايز اقول لكم ان انا شفت قضيه نفسها وانا بحضر الحلقه دي. الراجل ده كان اسمه شون باين، واتقبض عليه عشان كان سكران بزياده، ولا
مش قصدي بيسوق سكران، حرفيا سكران بزيادة. التهمة دي اسمها public intoxication، ودي بتتوجه للمواطن اللي بيكون سكران بزيادة برا بيته، عشان يعني ممكن عربية تخبطه، يتخانق مع حد، عشان من الاخر ما يعملش اي مصايب. وعقابها في العادة مش كبير، في حدود 30 يوم في السجن او 1000 دولار غرامة. وشون بقى من كتر ما هو كان سكران، الضباط اللي في المركز حرفيا مسكوه من راسه بالعافية عشان يتصور. بس خلوا بالكوا ان المرة دي الصورة مش مرعبة، هي في الواقع تضحك. ايه اللي يخلي حد يعمل كده في نفسه؟ في 6 مايو 2016 على الساعة 1:30 الصبح، الشرطة اللي في نيويورك لاحظت ان في عربية بتجري بسرعة عالية جدا في منطقة اسمها وادي ليهاي. فطبعا الشرطة جريت ورا العربية دي، وفضلت المطاردة شغالة لغاية ما مرة واحدة العربية خدت ملف جامد خلتها تخبط في 3 عربيات ركنة بشكل عنيف، لدرجة ان العربية نفسها ولعت. وساعتها الشخص اللي كان بيسوق نزل منها وقعد يزحف برا العربية، ولكن في الاخر اغمى عليه وحرفيا اتحول لكومة نار. واول ما الاسعاف والمطافي وصلوا عرفوا انه كان معاه 3 اشخاص تانيين في العربية، جوشوا، اماندا، واشلي، اللي ماتوا قبل ما العربية تولع اصلا. والسواق كان شاب عنده 28 سنة اسمه تيريل باركلي، ولما دخل المستشفى قعد 2 شهر بسبب الحروق اللي كانت عنده. وعرفوا ان تيريل كان شارب ساعتها وتحت تأثير المخدرات، وعشان كده كان بيمشي بالسرعة الجنونية دي. وبعد ما المستشفى خلاص اتأكدت انه سليم، الشرطة استقبلته عشان تقبض عليه، وبعدها خدوه مركز الشرطة وصوروه صورة، يعني فعلا هي اكتر صورة مرعبة في الحلقة دي، وانا مش هقدر اوريها لكم في الفيديو عشان هيتحجب على طول، ولكن كالعادة هتلاقوها موجودة عندي على الانستجرام بتاعي. وساعتها الشرطة حبسته بتهمة القتل والسواقة تحت تأثير المخدرات، ده غير انه كان سايق برخصة موقوفة، ده غير برضو انه كان معاه سلاح ناري اللي كان اصلا مسروق. يعني ايه كل ده؟ وفي المحكمة اتحكم على تيريل ب 12 ل 30 سنة في السجن. في يناير 2023 الشرطة جات لها مكالمة من واحدة ست عايشة في غرب فيرجينيا، وبتقول انها مستخبية جنب بيت هي كانت مخطوفة فيه. وطبعا لما الشرطة راحت على طول على العنوان لقوها فعلا مستخبية، ولقوا عندها كدمة كبيرة على عينيها لدرجة انها مش عارفة تفتحها. طب ايه اللي حصل؟ قالت ان في واحد خطفها وعذبها وحرقها، وكمان فضل يهددها بالقتل حوالي 5 ساعات كاملة، بس هي في الآخر عرفت تهرب قبل ما يحصل أي حاجة، وبعدها قالت على عنوان الراجل ده، ولكن قبل ما يروحوا حذرتهم من حاجة، وهي إنه معاه سلاح في بيته. وفعلا الشرطة راحت واخدين كل الاحتياطات على أساس بقى إن هم هيتعاملوا مع مجرم خطير، بس عايز أقول لكم إن هم لما دخلوا البيت فجأة الراجل اتخض وتوتر جدا وما عملش أي حاجة. فطبعا عرفوا يقبضوا عليه بكل سهولة، وفي المركز خدوا الصورة دي. الراجل ده اسمه سامي مارتينيز، عنده 47 سنة، وفي التحقيق اعترف على طول من غير ما يخبي أي حاجة، وقال إنه فعلا ضربها وكان ناوي يحبسها ويعذبها لغاية ما يقتلها. ده في إيه يا عم أنت؟ مش بيفكركوا شوية بتشارلز مانسون؟ حاسس نفس الشكل. أعوذ بالله. وفعلا بعدها اتحبس بتهمة الاختطاف والاعتداء والتهديد بالسلاح. بس المرعب بالنسبة لي ان كل ده ملهوش مبرر، وما حاولش اصلا ينكر اي حاجة كالعادة في اي قصة انا حكيتها هنا. لا، هو راح واعترف على طول وقال انا كنت عايز اقتلها. يمكن تكون المخدرات الكتير اللي كانت في بيته هي السبب، او ممكن تكون دي كانت بداية لقاتل متسلسل جديد، ولكن اتلحقت في اولها. بس برضو القضية دي بتفكرني بقضية تانية، بس المرة دي مش عشان الاحداث، هي عشان صورته في مركز الشرطة كانت فعلا غريبة جدا. الراجل ده كان اسمه نويل دوسن، وكان عايش في اوهايو ساعتها مع ابنه اللي في ابريل 2017 بلغ عن ابوه. ليه؟ عشان كان بيجري وراه بفاس صغير وعايز يقتله، وعايز اقول لكم انه فعلا حدفوا عليه، ولكن لحسن حظه خبط في عربية وما جاش فيه. بس لما الشرطة مسكت الاب ما اعترفش باي حاجة، وده اللي انا متعود عليه. لا، وكمان فضل يشتم في الشرطة ويحاول يهرب منهم باي طريقة، وعشان كده المحكمة اتهمت نويل بالاعتداء والعنف المنزلي، وانه لازم يدفع 25,000 دولار، ده غير الوقت اللي هيقعده في السجن. والله يا جماعة انا حاسس اني هحلم بحد فيهم النهاردة، يا استاذ سامي يا استاذ نويل. يعني بصوا كده، ده شكل بني ادم حقيقي، والله كنت فاكره فوتوشوب في الاول، بس للأسف طلع حقيقي، ربنا يستر.
اخر صورة حورها لكم النهاردة هي صورة شهرت جدا في 2016 لراجل اسمه كارلوس رودريغيز. بعد ما اتقبض عليه في شقته اللي موجودة في ميامي عشان كان بيحاول يحرق المرتبة بتاعته، والله العظيم كان واقف في الجنينة بتاعت البيت كده وكان حاطط المرتبة وكان عايز يولع في المرتبة، فطبعا ساعتها عرض الاتنين اللي معاه في الشقة للخطر، فالشرطة قبضت عليه بتهمة الشروع في القتل. وطبعا الصورة اتشهرت عشان شكله اللي ما كانش مفهوم وعينه اللي شكلها يرعب وطبعا راسه. بس عايز اقول لكم ان دي مش اول مرة يتصور في مركز شرطة، عشان في 2010 كان مقبوض عليه برضه، وجريمته كانت انه فضل بيدور على بنت عشان يعمل معاها علاقة، فمسكوه بتهمة طلب الجنس بمقابل مادي، دعارة يعني. وطبعا عشان كمية الناس اللي عايزة تفهم قصة راسه، كارلوس طلع في فيديو واتكلم عن الموضوع. So tell me now, how did this shit happen to you? وقال ان دي كانت نتيجة حادثة عربية وهو عنده 14 سنة عشان كان سايق تحت تأثير المخدرات، وساعتها كان بيجري بسرعة لغاية ما دخل في عمود، فجسمه كله خرج من الإزاز ووقع جامد على الأرض، وعشان كده خسر جزء كبير من دماغه وجمجمته. بس المضحك في الفيديو انه بعد ما وعى الناس عن المخدرات طلع سيجارة مرجوانة وشربها. Obama's president of the United States and he smokes. Motherfucker has the whole White House grown. Why can I smoke more blunt? بنص دماغ فعلا. وبالنسبة لتهمته فالشرطة طلبت منه كفالة $30,000 وكمان ودوه مستشفى أمراض نفسية وعقلية عشان يتأكدوا ان هو كويس، وانا الصراحة شايف انهم في المستشفى المفروض يدوله تخفيض، يعني مش لازم اشرح اكتر من كده. انا عارف يا جماعة ان الفيديو بتاع النهاردة مختلف شوية، بيفكرني شوية بالفيديوهات بتاعت الصور المرعبة، كاميرات المراقبة وكده، فقولولي لو عايزين اكتر من النوع ده من الفيديوهات عشان طبعا هعمله لكم من عناية. وعايز اقولكم بقى على الحاجة الكبيرة، شكرا 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 على 100,000 مشترك على اليوتيوب، بصراحة يعني ده كان مايلستون والحمد لله وصلنا له اخيرا معاكم. شكرا لكل واحد كان موجود معانا طول الرحلة دي، وعايز اقولكم ان اول ما درع 100,000 يوصل ان شاء الله هنعمل فيديو سؤال وجواب لاول مرة في القناة هنا، فاتمنى نوع الفيديو ده يعجبكم. وفي الاخر عايز اقولكم للمرة التانية شكرا، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.